احنا اولا ولد هذا الحي اللي فيه مستشفى مولاي يوسف و وهذا الشيء اللي شفنا كارثي بمعنى الكلمه. احنا ما عجبناش هذا الشيء نهائيا وهذا الشيء تكرر دابا المره الثانيه كان تكرر كان دار هذا الشيء عام في قصر الكبير ودابا راه هو تكرر عاوتاني المره الثانيه في سميتو في سيدي علال التازي. احنا كحقوقيين هذا الشيء ما عجبناش نهائيا ما بعدا كاين كارثي داكشي اللي شفنا البارح كارثي. لحد الان كاين 9 ديال الضحايا وباقي الناس تياخذوا العلاجات ديالهم هنا في مستشفى مولاي يوسف وفي افيسان في الرباط. بالنسبه للعائله الضحايا متواجدين حتى هما كاينين هنا حاضرين مع الوليدات ديالهم وداك الشيء. العلاجات تابعنا العلاجات ديالهم الحمد لله. المستشفى قائم بالواجب ديالو لو من ناحيه وزاره الصحه لا من ناحيه رجال الامن من البارح مع جوج ديال النهار والناس لحد الان باقي ما مشوش شافوا وليداتهم سهرانين لا من ناحيه الامنيه لا من ناحيه العلاجات ديالهم. زعما كاين برافو عليهم ماشي زعما كاين باش نشكرهم ولا هادي يعني هذا الشيء واقعي حنا عايشينه حنا لا ولاد الحي لا حقوقيين شفنا هذا الشيء متابعينه. اللي تتحمل المسؤوليه اللي تتحملها حنا كاملين بصراحه ما نلوموش على جهه واحده حنا كمجتمع مدني كرجال السلطه كرجال الامن وداك الشيء. رجال الامن تيديروا المجهودات ديالهم ولكن حنا كمجتمع مدني خصنا نتعاونوا مع رجال السلطه باش يمكننا ما يمكنش داك السيد المزود الكبير الا ما كنتش انا وانت وهادي يد في يد باش يمكننا يتقبض داك السيد راه ما كاين والو. التحقيق راه جاريه ورجال الامن راه واقفين على هذا الشيء لا من ناحيه الدرك الملكي لا من ناحيه الامن الوطني. راه التحقيقات راه منين وقعت الفاجعه وهما لحد الان باقا التحقيقات جاريه. اسبابها خاص فرص الشغل للشباب حيت كون كان داك الشاب خدام ما غاديش يبقى ليه الوقت باش يمشي يقلب على شي مواد اللي غادي تنقولوا حنا غيتبوق بها ولا غيدير فهمتي غيكون الوقت ديالو عامر ما عندوش الفراغ. دابا الفراغ تيجعل الشباب يتعاطوا بزاف ديال الحوايج. سمعنا بان بعض المصابين العين ديالهم فقدوها يعني بقوه هذا الشيء اللي سمعنا وهذا الشيء اللي قلنا كاين بقوه داك السموم ولا تبقاوش يشوفوا الضبابة تتبان لهم في العين ديالهم. هذا الشيء اللي سمعنا ولكن سمعنا من العائله الضحايا بالضبط. انت المعاينه اللي شفتيها انت ديال المصابين داخل المستشفى يعني الاجواء اللي شفتيها؟ الاجواء الحمد لله ما عندنا حتى شي وفاه هنا في مستشفى مولاي يوسف. يلا كاينه وفاه وحده قبل. الناس تلقاو العلاجات ديالهم ودابا الحاله ديالهم مستقره مزيانه ما كاين حتى شي مشكل بحد الان. رسالتكم انتم كجمعويين وحقوقيين يعني من اجل يعني تلافي مثل هذه الفواجع شنو الرساله اللي كنتم توجهوها سواء الاسره المغربيه سواء المؤسسات العموميه سواء للسلطات؟ شنو الرساله اللي كنتم توجهوها انتم كحقوقيين؟ خصنا نتجندوا كاملين باش نحاربوا هاد الشيء هذا. خصنا نتجندوا كاملين حيت هذا المشكل ما خصوش يبقى ما خصوش يتكرر. شنو سبب تواجدك اليوم انت كفاعل جمعوي كحقوقي في هذه القضيه هذه ديال فجعه؟ حنا تنراقبوا تنشوفوا الاوضاع كي دايره الاوضاع الحمد لله دابا حنا كمراقبين تنراقبوا هذا الشيء هذا زعما كاين الحمد لله الامور مزيانه. تنشكروا رجال الامن مشكورين على المجهودات ديالهم الكبيره لمن مدير الامن لمن البريفي ديالنا ديال الرباط لمن رئيس المنطقه لمن رئيس دائره العكاري لمن سميتو السلطه المحليه اللي قايمه بمجهود تاهي كبير تاهي تعزيزات مكثفه لمن السيد الباشا لمن السيد القائد ديال منطقه العكاري لمن السلطه المحليه زعما كاين تبارك الله عليهم التنظيم كل شيء وخدامين الليل والنهار. حنا راقبنا من البارح الحمد لله وما مجندين.
بالنسبة للحصيلة يعني بدأت ترتفع يعني منذ الأمس، وهناك يعني أنباء على أنها مرشحة لارتفاع أكثر. لحد الآن ما كاين والو، كاينة تسعود ديال الوفيات، تيقولوا تسعود ثمانية ديال الوفيات، والشباب الآخرين راه تيتلقاو العلاجات وحالتهم مستقرة الحمد لله دابا. يعني هناك تخوف ازدياد الحالات ديال الوفيات؟ ما نقدرش نعطيك شي حاجة رسمية زعما كاين هذا، المهم الحالة مستقرة. رسالة موجهة للشباب المغربي؟ الشباب تنقول لهم بعدوا من هذا الشيء، ما تدمروش حياتكم وما تدمروش راسكم بهذا السموم هذا. حاولوا ديروا شي اكتيفيتي سبور، نقلبوا على شي حاجه نخدموا فيها، نشغلوا راسنا بالقرايه بشحال من حاجه، نبعدوا من هذا الشيء اللي كاين.